السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام لعملية طوفان الأقصى. مرت هذه الأيام أيام نصر وعزة وفخر للقضية الفلسطينية، على الرغم من الآلام الكبيرة جدا، على الرغم من القصف الإرهابي للكيان الصهيوني وقتل الأطفال وتهجير السكان المستمر، ولكن لما اليوم مجلس الأمن القومي الصهيوني يعلن أنه فشل بالمهمة، مهمة تأمين المستوطنات، الحمد لله والشكر على هذا النصر الكبير مثل ما قلنا، رغم الآلام الكبيرة رغم الشهداء والأعداد، ولكن ضربة موجعة بوجه الكيان الصهيوني الغاصب اللي للأسف أثبتت المواقف اليوم، وخاصة اليوم المواقف الأنظمة العربية مواقف ضعيفة جدا، وأثبتت اليوم للشارع العربي للمجتمع العربي اليوم اللي قضيته المركزية والأولى هي القضية الفلسطينية أنه هذا التخاذل مستمر منذ سنوات بل منذ عقود. طبعا أحبة المشاهدين، الآن الشيء اللي قاعد يتكلمون عنه بالصحافة بالسوشيال ميديا بالإعلام، وخاصة الإعلام المطبع والإعلام الصهيوني والإعلام الغربي، هو موضوع حقيقة تهجير الفلسطينيين من غزة، أو اليوم أكو أفكار أنه تهجيرهم إلى مصر، تهجيرهم إلى دول أخرى. فهذا الموضوع اللي حقيقة، هل اليوم الكيان الصهيوني انه بعد هذه الضربة الموجعة لقى انه الحل بالنسبة له هو تهجير السكان؟ طبعا راح نناقش كل هذه المواضيع، نناقش المواقف اليوم الغربية، المواقف العربية، المواقف الشعبية تجاه هذه القضية الفلسطينية، وايضا نناقش هذه الافكار الشيطانية من الكيان الصهيوني الغاصب. طبعا نرحب بضيوفنا الاكارم، نبدا مع الدكتور علي الجبوري استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا بكم حياكم الله. وايضا نرحب عبر الاسكايب من لبنان ابو سامر موسى، الحاج ابو سامر موسى، مسؤول العلاقات الفلسطينيه في حركه الجهاد الاسلامي في لبنان. اهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. نعم، أبدأ مع الدكتور علي الجبور. الدكتور علي، أبدأ وياك بالكلام اللي قاعد ينتشر بالخاصة آخر 48 ساعة على موضوع تهجير سكان غزة، وأنه الصهاينة لقوها هاي حجة وفرصة كبيرة، بما أن اليوم المجتمع الدولي الإعلام الغربي مايل إلى صفحتهم ويرى بعين واحدة فقط، يرى اليوم العمليات الجهادية والفدائية، ولا واليوم ما يشوف الإرهاب الصهيوني الكبير جدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللضيف الكريم من أهلاً وسهلاً لبنان الحبيبة، والتحية أيضا لمشاهدي قناة الأيام الكرام. ابتداء طبعا هذا الموضوع هو ليس بالجديد، هو ضمن المشروع الصهيوني في عملية إقامة ما يسمى ب الوطن القومي لليهود، واللي سند على ركيزة أساسية وهي استقدام المهاجرين يعني غير الشرعيين اللي هم ما لهم أي صلة بهذه الأرض، وطرد يعني سكانها الأصليين اللي يعني متمسكين بالأرض. هاي تمت من عام 1948 وحتى قبل ما اعلان الكيان المسخ في على الارض العربيه. نعم. ولحد هذا اليوم باسلوبي الترغيب وبالترهيب، احيانا بالاغراءات الماليه واحيانا كثيره باستخدام القوه المفرطه المسلحه وبال يعني التفجير والاباده الجماعيه كما والقصف العشوائي وما الى ذلك. لكن مع ذلك حقيقة عبثا يحاولون، مثل ما قال السيد إسماعيل الهنية قبل قليل، قال بأن الغزاويين أو جمهور غزة مواطنين الفلسطينيين من أبناء غزة هم متجذرون في الأرض، بمعنى أنه لا يمكن لهذه العملية الإجرامية على قساوتها وعلى وقاحتها وعلى يعني الدعم الدولي الحقيقة المخزي للولايات المتحدة الأمريكية لهذا العدوان. نعم. السافر يعني ما راح يستطيعون ابدا على الاطلاق ان يقتلعوا هذا الشعب من ارضه
في هذا المجال، خصوصا بعد النصر الكبير والمبهج الذي حققه أبناء المقاومة بكسر يعني عنجهية الكيان الصهيوني وكسر كل تحصيناته وما اشتغل عليه لفترات طويلة وبجهده وجهود الدعم التقني والتكنولوجي يعني للقوى الكبرى. مع ذلك هؤلاء لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام يعني أبطال المقاومة اللي يتسلحون بسلاح أهم من كل هذه الأسلحة وهو سلاح العقيدة. نعم، طبعا ننتقل من بغداد إلى لبنان مع الحاج أبو سامر. نرحب بك من جديد حاج. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. ربي يخليك حاج. نقدر نقول اليوم أنه الصهاينة أو الحكومة الصهيونية وجدت فرصة لبداية اليوم تفعيل بنود صفقة القرن بموضوع التهجير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. حقيقة وقبل كل شيء لابد أن نتوجه بالتحية لضيفكم الكريم الدكتور ولكل الإخوة العاملين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا للشعب العراقي بشكل عام. حقيقة أن ما جرى منذ 7 أكتوبر وسمي بعملية طوفان الأقصى، وأنا أستطيع استفعالتها ليست عملية طوفان الأقصى، معجزة الله سبحانه وتعالى. نعم. ألقاها على رجال الله في الأرض على المقاومين الذين دعوا لما جمعوا الله أجل مرضاة الله ونصرة دينه. هذه العملية التي حقيقة حدثت زلزالا مدويا في الكيان الصهيوني وأفقدت سيطرة لساعات طويلة وضربت في العقلية عمق الإسرائيلي بشكل كبير وهدمت أركان المؤسسة العسكرية والأمنية، بل أصبح الكيان الصهيوني اليوم يعد أنفاسه ويتساءل إلى متى نستطيع أن نبقى في هذه الأرض التي نحتلها. نعم. لذلك أن أقول ما يجري اليوم في غزة من قتل ومن دمار ومن قتل البشر والحجر ومن قتل الأطفال والنساء، وللمعلومة إنما يجري اليوم 65% حسب الأمم المتحدة 65% من الضحايا الشهداء الذين ارتقوا من الشعب الفلسطيني هم من الأطفال والنساء رحمهم الله. لذلك أنا هذه الهمجية الصهيونية التي تعودنا عليها كما هو ديدا وحال الأمريكي والصهيوني، الأمريكي الذي أقام دولته على زمام الحدود الحمر والإسرائيلي الذي أقام معية أمريكا ودول الغرب على أنقاض الشعب الفلسطيني وأطفاله وشيوخه. نعم. هذا ديدنهم وحالهم. لكن بتحصل أخي الكريم أن ما سمي بصفقة القرن الذي تفضلتم به والتي أعلنها أو أعلنت منذ فترة، أنا أقول وأعتقد أن لا مجال لتنفيذها إطلاقا. وما يجري اليوم حاول الدفع وترهيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة الدفع به خارج قطاع غزة وتحديد الأسماء هو مشروع قديم جدا. وأنا أؤكد لك أنه منذ منتصف الخمسينات وبمعية ومباركة بعض الدول العربية عرض هذا الأمر ورفضناه كشعب فلسطيني ونظلنا وجاهدنا وأسقطناه. نعم. وفيما بعد تم الحديث عن توسيع غزة وأخذ من سيناء مقابل إغراءات مادية للحكومة المصرية ويقطب ديون. نعم. من أجل أيضا كان إقامة الدولة البديلة أو الوطن البديل للشعب الفلسطيني. أنا أقول أن كل ما يجري اليوم من قتل ومن دمار ومن قتل الأطفال والنساء هو من أجل دفع بالفلسطيني لأن يهاجر غزة. لكن قالها غزاوي امبارح على التلفاز، قال رغم كل ما يحدث وما يحصل من قتل وتجزير ودمار نحن لن نترك غزة وصامدون وصابرون بإذن الله تعالى. لذلك أنا أقول إرادتنا ستكسر طائراتهم، إرادتنا ستكسر شوكتهم، إرادتنا بإذن الله تعالى ستفشل مشاريعهم كلها ويبقى الغزة ويبقى الفلسطيني بإذن الله تعالى صامدا. لأن هذا الفلسطيني لا يقاتل كونه فلسطيني ولا يقاتل لأنه يحمل السلاح، السلاح الذي يحمله لا يقاس نسبة بالسلاح الصهيوني 1% أو أقل، ولكن نحن نقاتل كما تفضل ضيفك منذ قليل، نقاتل بالعقيدة، نقاتل أننا نؤكد بإعلاء كلمة لا إله إلا الله والدفاع عن أسرى رسول الله عن أولى القبلتين وثالث الحرمين،
نقاتل لأننا أصحاب حق وأصحاب مشروع أصحاب قضية وهم إلى باطل وإلى زوال بإذن الله تعالى. المشروع يسقط كما سقط سابقا بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. أعود مع الدكتور علي الجبور. دكتور علي، إنه مخططات التهجير اللي قاعدة تصير، إنه جزء من سيناء، بعض الأخبار تقول غور الأردن، وحتى ذكرت صحراء الأنبار، إنه جميع هذه الدول رافضة التهجير الفلسطينيين من أراضيهم والغزاويين من غزة، على ماذا يستند اليوم الكيان الصهيوني بهذه الفكرة؟ من اللي أعطى الضوء الأخضر بهذا الموضوع؟ نعم، هم حقيقة أولا هم عبثا يحاولون، لأنه كل يعني المقدمات وال هي تقول باستحالة تنفيذ هذا المخطط اللي رسم على الورق، وتحاول الصهيونية العالمية ومن خلالها ومن خلفها من يدعمها، سواء كان من دول الاستكبار العالمي أو من الحكام، مع شديد الأسف حكام العرب اللي يلهثون وراء قطار التطبيع والاستجزاء رضا أمريكا والكيان الصهيوني. بالتأكيد هذا المخطط لم يكتب له النجاح على الإطلاق، لأنه الحقيقة هنالك رفض من قبل مواطنين كل الدول اللي تحدث عنها هذا المخطط، يعني حتى بالضد من رأي حكوماتها وأنظمتها السياسية. يعني نأخذ مثل ربما أكثر وضوحا، هو فشل سياسات التطبيع وتحقيق الأجندة الصهيونية مع مصر، عندما تم عقد الاتفاق السلام، ما عرف بالسلام، بين أنور السادات الرئيس المصري الراحل وبين الكيان الصهيوني، بدليل أن المجتمع المصري لم يتقبل اليهود. دكتور علي، هطلب منك أنه طلب تحلل لي بعض القضية اللي حتى أنا ما فاهمها. أنه اليوم عندنا أمثلة للتطبيع، عندنا مثلا مصر مطبعة، الأردن مطبعة، المغرب مطبعة، هذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية، من دين خارجي كبير، من عدم استقرار في بعض الأمور. يعني شنو اللي يخلي بعض الدول غير مطبعة تجري وراء قطار التطبيع؟ شنو السبب؟ شنو الفائدة؟ واضح جدا السبب الأساسي هي شرعية هذه النظم. هذه نظم سياسية أقامتها أو أقيمت خارج يعني صندوق الانتخابات. هذه الأنظمة السياسية استمدت شرعيتها في البداية من على أساس موضوعة شرعية ثورية، أنها حققت الاستقلال لشعوبها من الاستعمار الأجنبي وأقامت النظام السياسي الوطني في هذا المجال ومشت في هذا الاتجاه، تتعكز على هذا على هذه الشرعية. اليوم في عالم الألفية الجديدة ما عاد هنالك شرعية غير شرعية صندوق الانتخاب. الحاكم ينبغي أن يكون شرعيته تنبع من رضا المواطنين اللي يدلون بأصواتهم بشكل حر وما إلى ذلك، وتخرج عملية إدارة الدولة من هذه الأنظمة، سواء كان دول الخليج العربي بصورة عامة كل بدون استثناء. عندك المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دول أخرى كثيرة حتى في شمال أفريقيا، الجزائر وغيرها، هذه أنظمة سياسية، المملكة المغربية، هذه دول لا زالت باقية أنظمة حزب واحد، أسرة واحدة، ممالك، هذه حقيقة رهنت مستقبلها وبقائها بالسلطة برضا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وإلا كيف ممكن أن لنظام سياسي أن يعني يرهن استقراره واستمراره بالسلطة مع يعني بلد أو حقيقة دويلة يعني مفتعلة وقيمت على أرض العربية الإسلامية في فلسطين؟ هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم، فكيف يستطيعوا أن يحموا أنظمة سياسية مثل دول عريقة مثل مصر ومثل الأردن والمغرب وهذه الدول؟ صحيح. لذلك أنا أعتقد الآن هذه الدول يعني سلمت يعني مستقبلها ومستقبل أنظمتها السياسية بيد الولايات المتحدة ومن خلفها الكيان الصهيوني. لذلك أنا أعتقد هي لا تستطيع، بدليل ما يحدث هذه الأيام. من الذي يستطيع أن يسكت أمام هذه الجرائم الفظيعة اللي ترتكب ضد أبناء شعبنا؟ اليوم استهدفت القوافل الذين يخلون
الشهداء و نعم. يعني من الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها، استهدفوا الصحفيين، استهدفوا أماكن اللي يكون فيها عملية إيواء الجرحى والمستشفيات. فبالتالي هذا العدو عدو لا يمت للقواعد الأخلاقية وقواعد صحيح. الاشتباك في الحروب أي صلة. فبالتالي هذه مع ذلك هذه الأنظمة ساكتة صامتة خانعة لا تستطيع للأسف. أن وبالتالي لذلك أنا أقول هذه الأنظمة السياسية لا يمكن أن نعول عليها. اليوم نعول على صمود شعبنا، نعول على الوعي اللي بدأ يعني يتكاثر في الدول العربية والإسلامية. محور المقاومة هو الأمل الذي ممكن أن نعول عليه، بدليل اليوم صمود المقاومة وبالأحرى الضربات القاسمة التي وجهت للكيان الصهيوني كانت بفعل يعني تأثير هذا المحور المبارك اللي ساهم نعم. إلى حد كبير فعلاً. في هذا الموضوع. نعم نعم. أرجع معك حاج، بما أنك مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي، حاج أريد منك تقييم لمواقف الأنظمة العربية منذ بداية عمليات طوفان الأقصى. يعني بداية أخي الكريم، طوفان الأقصى لم تكن وليدة الساعة، ولم تكن لمجرد عملية يراد منها ضرب العدو فقط، وإنما طوفان الأقصى هي عملية استراتيجية خطط لها ونفذت، لأن الأنظمة العربية بشكل عام إلا من رحم ربي يرى الانتهاكات الصهيونية اليومية باتجاه الأقصى ومسجد الأقصى والقدس، اتجاه الحرائر الفلسطينيات ويهوننا ويضربهن، وبالتالي الأنظمة تتفرج ولا تحرك ساكنة. لذلك كان طوفان الأقصى ردا على الصمت العربي للأسف الشديد، وإعادة ثقة للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية أن المقاومة ما زالت حية والمقاومة ما زال يراهن عليها. لذلك أنا أقول والله لو أن لا قدر الله، مع أن هذا محال بإذن الله تعالى، نحن نطق بمقاومتنا، نطق بعزة شهدائنا، نطق بكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى بإرادة 48، ثقتنا نعم. عالية، والمقاومة بإذن الله تعالى ستخرج منتصرة من هذه الجولة بإذن الله تعالى. لكن والله أقول لو لا قدر الله حدث أي مكروه للمقاومة الفلسطينية في غزة تحديدا، لنال الكيان الإسرائيلي السلطة العليا، ولكانت يده فوق كل الأنظمة العربية، ولكانت خضعت الدول العربية الخاضعة اليوم حاليا والمطبعة أكثر فأكثر، لأن هذه الدول التي أشار إليها الدكتور التي ذهبت إلى التطبيع لأنها أصلا سلمت أوراق اعتمادها للكيان الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا. أنا أقول أن الذي يحميكم هم شعوبكم. أنا أقول الذي يحميكم ويقدر قدرتكم على الحكم هو المقاومة التي إذا حميتموها حمتكم. لذلك أنا أقول بكل بساطة، إذا حدث شيء لغزة سوف تعلو اليد الصهيونية على الأنظمة العربية بشكل كامل، وستعيش الأنظمة العربية الخانعة أصلا نعم. دول التطبيع طبعا قلت ذلك أكثر ذلا وأكثر مهانة، وستقبع تحت عز وديون كبيرة. لذلك أنا من هنا نعم. كوني ابن فلسطين، ابن الشعب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، وابن المقاومة، ابن الجهاد الإسلامي كرأس حربة لهذه المقاومة وللدفاع عن الأمة، أنا أدعو هذه الأنظمة ومن خلفها الشعوب أن تطور. إذا الأنظمة كانت خانعة ونائمة وخاضعة ومطبعة وعميلة في بعض الأحيان، أنا أقول للشعوب العربية إلى متى الصمت؟ إلى أن يقتل كل أطفال فلسطين ونساء فلسطين، إلى أن يسلب الأقصى ويقام مكانه الهيكل المزعوم. إن لم نتحرك اليوم نصرة لغزة ونصرة لفلسطين ونصرة للدين، متى نتحرك؟ انظروا أيها المطبعون نعم. إلى الشعوب في العراق، إلى الشعوب في سوريا، في لبنان، في اليمن، إلى الشعوب الأحرار. انظروا أيها الأنظمة إلى مواقف الرئيس بوتين المتقدمة، الرئيس بوتين أو فنزويلا تفوق عليهم بالمواقف مواقفكم. نعم. ألا تخجلون من صمتكم هذا المدوي؟ إلى متى؟ أن ننتظر لأن يحمل شهيد آخر ويذهب به ليستشهد مرة أخرى؟ إلى متى الصمت؟ علامة نعم. الصمت نعم. إلى متى نبقى هكذا؟ لا حياء ولا عزة ولا كرامة. وأنتم تشاهدون وزير خارجية أمريكا لما حضر البارحة إلى الكيان الصهيوني خاطبهم بصريح العبارة وأعلنها حربا دينية
ليست حربا سياسية ولا وطنية ولا ولا. قال بصريح العبارة: أنا أتيت إليكم لست كوزير خارجية أمريكا، وإنما أتيت إليكم كيهودي. لنا حرب دينية، إلى متى نصمت؟ فلتتحرك هذه الأنظمة وتقول: ونحن أيضا مسلمون، نحن سندعم غزة، سندعم غزة بكل ما أوتينا من قوة من سلاح وعتاد ومؤن وكل ما تتطلب القضية الإنسانية من أدوية وطبابة. نعم. إلى متى الصمت؟ هل إلى أن يرفع العلم الصهيوني أكثر فأكثر في بعض الدول والعواصم العربية؟ مع الأسف، مع الأسف، منذ أن أقدمنا إلى على كامب ديفيد وبدأت المهانة وبدأ التساقط. وهذه الأنظمة التي تهافت اليوم هي لا تتهافت مجرد حبا بإسرائيل، ولكن تتهافت لتحمي نفسها ظنا منها أنها إسرائيل ستحميها وأن أمريكا ستحميها. أنا أقول لا إسرائيل ولا أمريكا قادر على حمايتكم، لأنها أصلا إسرائيل سقطت بالضربة الأولى لتواصل في معركة طوفان الأقصى، سقطت ساعات عديدة لم تحرك ساكنا، واستنجدت بالإدارة الأمريكية. والذي يقود المعركة اليوم ليس الإسرائيلي أخي الكريم، الذي كان يقود المعركة امبارح كان يقعد في غرفة العمليات المشتركة وزير الدفاع الأمريكي، لأن إسرائيل سقطت، إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فلنتحرك، فلنطور أيها الشعوب العربية، فلننصر غزة هاشم، فلننصر مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. تحية لك حاج، وتحية لهذا الصوت الثائر، الصوت الحقيقي، صوت الفلسطيني والعربي والإسلامي، وإن شاء الله هذه دعواتك ستصل للبار إن شاء الله بتحرك اليوم. للأسف، للأسف اليوم أنه وصلونا إلى مرحلة نحيي مواقف من ناس بعيدين كل البعد عن المنطقة، لا نشترك معهم لا بدين ولا بلغة ولا بقومية، فقط رابطتنا معهم الإنسانية. هم كانوا أفضل، مواقفهم أفضل من الأنظمة العربية البائسة، هذه المواقف البائسة التي تدل اليوم على ضعف أنظمتهم، وهم عبارة عن لعبة بسيطة بيد الصهاينة والأمريكان. شكرا حاج أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا. طبعا أعود مع الدكتور علي الجبوري. دكتور، أنه أتوقف مع الكلمة الأخيرة اللي تكلم بها الحاج أبو سامر، تكلم بموضوع مهم جدا، أنه الرئيس الروسي بوتين اللي ما عندنا ارتباط معه لا عقائدي لا لغة لا قومية لا دين، يعني بعيد كل البعد عن هذا الموضوع، ولكن كانت مواقفه مواقفه أقوى، مواقف عادلة، تميل إلى نصرة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، تميل إلى القضية الفلسطينية. والأقرب اليوم يعني لما نشوف البيان للنظام البحريني مقزز، مثل وجوده في السلطة، مثل ما احترامنا للبحرين ولشعب البحرين، يعني بيانات مضحكة مخجلة خانعة. هذه الدويلة البسيطة، الجزيرة المرمية بوسط الخليج اللي لا عندها وزن سياسي ولا عندها وزن، حتى في بياناتهم جبناء إلى هذا الوسط إلى هذا الحد. ليش اليوم نشاهد الروسي لديه مواقف وطنية مواقف إنسانية مع غزة، ونشاهد العربي المسلم مواقفه مخجلة؟ يعني بكل أسف ونتحدث بهذا المستوى مع شديد الأسف، لأن يعني هذه النظم السياسية من كثرة يعني تمسكها بالسلطة وبالكرسي يعني بدأت حتى تقع ذليلة ولا تستطيع أن يعني تتحدث بحرية في هذا المجال. لذلك بل أكثر من ذلك أخي العزيز، لنكون أكثر صراحة، حتى بيان الجامعة العربية، ما يسمى بالجامعة العربية، مع شديد الأسف كان بياناً يعني أقل ما أفضل ما يقال عنه بأنه بائس، بحيث ساوى بين الضحية وبين الجلاد، بين الصهاينة وضرباتهم ويعني عدوانهم على المدنيين وعلى العزل والقصف الوحشي، وبين الأبطال الذين صالوا على الظلم وعلى الاحتلال وما إلى ذلك. فبالتالي أنا يعني الحقيقة أعيد نفس ذات العبارة اللي تحدثت بها قبل قليل. نعم. يعني ما عاد هنالك إمكانية للتعويل على مواقف هذه الدول العربية، يعني مع العراق، مع يعني ظرف المعروف، شفنا السيد رئيس الوزراء بجانب الرئيس بوتين عندما تحدث بشكل واضح وأدان
القصف الصهيوني على غزة، وتحدث بشكل بضرورة موضوع إيصال يعني المساعدات الإنسانية، بل وجه بأن يكون العراق أول الداعمين بعمل إرسال شحنات سريعة للمواد الإنسانية وللضفة الغربية وفي قطاع غزة يعني للأخوة الصامدين هناك. دكتور دكتور أنت ما لاحظت أنه أمس ظهر ويعني أعلن عن بيان للمملكة العربية السعودية تقريبا تغيرت اللغة، أنه قالوا أنه نرفض التهجير المستمر والقصف المستمر على الأخوة في قطاع غزة. نعم. هل أنه التظاهرات أمس مسيرات أمس غيرت بعض الشيء الموقف السعودي؟ ما تحدثت أنا قبل قليل، قلنا الوعي لدى الدول العربية يعني الشعوب العربية بدأ بالتصاعد بشكل كبير جدا. يعني اليوم كان قبل الدول قادرة على أن يعني تجعل هنالك جدارا أو تغطية على من خلال وسائل الإعلام اللي مسيطرة عليها. اليوم الفضاء المفتوح، الإعلام المفتوح، الإعلام الحر، العالم أصبح ليس بقرية كبيرة صغيرة، إنما صار بعبارة عن شاشة صحيح وهاتف صغير بالإمكان أن تحصل على كل ما يحصل بالعالم. فهذه الدول يعني حتى كانت مواقفها بالبداية شيء، لا أنها تحت هذا الضغط بدأت تغير من خطابها السياسي. مصر تغير موقفها بعض الشيء. مصر يوم أمس لو تابع البرامج من وسائل الإعلام، محطات الإعلام غير الحكومية، كان هنالك عملية حقيقة يعني تندر ونقد لاذع لموقف الرئيس المصري السيسي بعملية الانصياع للتهديد الصهاينة بعملية ضرب أي شاحنة تعبر مرفأ حاجز رفح، وتحدثوا بتندر وب يعني تهكم كبير على الرئيس السيسي، وقالوا بأن مصر هذا حجم مصر وحجم مصر العروبة وبكل ما إمكانياتها وإرثها الحضاري. إسرائيل تهددها تقول بأننا أي شاحنة ستعبر سنستهدفها نفجرها. لذلك اليوم حقيقة الأنظمة السياسية العربية على الرغم من خنوعها لكنها مجبرة لأن تتفاعل بشكل إيجابي في هذا الموضوع. نعم نعم دكتور، أريد أسألك أنه سؤال ممكن فرضية أو مستقبل، إذا استمرت لأسابيع هذه المعركة هل اليوم الكيان الصهيوني يستنزف أنه لو عدى القدرات عدى الداعمين عدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ أبدا، الكيان الصهيوني لا يقوى على أن على حرب استنزاف، حرب مطاولة إلى ما لا نهاية. يعني هو لاحظ حجم وكثافة الهجمات، هي ليست يعني جاءت باعتباطية، إنما هي مخطط لأن لها، يعرفون جيدا بأنهم لا يستطيعوا أن يستمروا يعني أكثر ربما من أسبوع إلى 10 أيام في هذا المجال، بأسباب تتعلق بأسباب الضغط العالمي مثل ما نتحدث قبل قليل. النقطة الأخرى عندهم الوضع الداخلي الإسرائيلي، هو وضع حقيقة يرثى له، مأساوي جدا. قبل الأزمة أو قبل نجاح يعني انتفاضة الأقصى والعفو طوفان الأقصى، عملية طوفان الأقصى المباركة، كان هنالك أزمة سياسية كبيرة جدا. نعم. يعاني منها الرئيس نتنياهو وحكومته. جاء الفشل الكبير على المستويين الاستخباري والعسكري وعلى المستوى السياسي في مواجهة أو في حماية مواطنيهم، لتدق آخر أسفين في إمكانية استمرار هذه الحكومة. لذلك هو سارع نتنياهو بالإعلان على ما يسمى للمعارضة بإعلان أو بتشكيل حكومة. نعم. وحدة وطنية أو حكومة طوارئ وما لذلك. لذلك هو وضع الداخلي زائد الوضع الإقليمي والدولي والرأي العام لا يسمح لإسرائيل والكيان الصهيوني أن تستمر إلى ما لا نهاية. لذلك هم اليوم من اليوم أعتقد بدت الدعوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفعل وبمساعدة أصدقائها حلفائها بالمنطقة بإمكانية إرسال رسائل إلى يعني إمكانية تهدئة. نعم دكتور. الوضع وربما الذهاب إلى طاولة المفاوضات. أكيد دكتور، طبعا الآن تعرفون الأخبار تتسارع يعني، وتعرفون اليوم فزعة العراقيين، عزوبة العراقيين، العزوبية اللي عندهم شاهدناهم قبل أشهر بالأربعينية وقبل يعني مواقف كبيرة جدا اليوم.
فالناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة المباشرة بتسلم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني حتكون من يوم غد من الأحد. مراكز استقبال المواطنين لغرض استلام المساعدات حتكون بثلاث أماكن. أولا مقر قيادة الدفاع الجوي مقابل عباس بن فرناس ساحة عباس بن فرناس. المكان الثاني مجمع الرسول الأعظم في منطقة الأعظمية. والمكان الثالث الأسواق المركزية في البلديات. ثلاث أماكن متفرقة اليوم تسهل على أهالي العاصمة بغداد توصيل المساعدات. طبعا وأيضا هنالك أرقام للشخص اللي يحب أنه يتواصل مع اليوم المسؤولين على توصيل المساعدات. الرقم الأول 077-299-7339. نعيده 077-299-7279. أنه اليوم نطلب، اليوم هاي رسالة إنسانية من الجميع. اليوم هن في العاصمة بغداد، هن يعني كافة المحافظات شفنا وقفاتكم الكثيرة، شفنا لما صار الزلزال المدمر في سوريا الحبيبة، وشفنا فزعتكم ووقفتكم. اليوم أهل فلسطين دا يعانون معاناة كبيرة، ممكن زلزال حادث رباني، ونشكر الله على كل هذه الأمور وقضاء وقدر، ولكن للأسف اليوم دا نشاهد أيادي خبيثة قذرة من الصهاينة قاعد تستخدم اليوم أسلحة محرمة دوليا، وقاطعين المي والكهرباء والوقود، ودا تشوفون جثث الأطفال الشهداء في غزة. فنرجو أن هذه الأماكن الثلاثة توصيل المساعدات من يوم غد اليوم تستلمها الحكومة العراقية. أعود مع الدكتور علي الجبور. دكتور، رأيك بهذه المواقف؟ العراقيين أهل وقفة اليوم، أول بلد وأول شعب أنه بدأ ينظم عملية توصيل المساعدات. يعني أنا سبق وأن قلت لحضرتك أنه السيد رئيس الوزراء وجه قبل ذلك على المستوى الرسمي يكون هنالك عملية يعني إرسال شحنات المساعدة الإنسانية لأهلنا في الأرض المحتلة عبر جمهورية مصر العربية في هذا الموضوع، وبدأت عمليا إرسال مثل هكذا دفعات. هذا الموضوع يتعلق بجهود المواطنين وتبرعات المواطنين. الحكومة العراقية تنظم هذا الموضوع. أنا أعتقد الشعب العراقي معروف، يعني مثل ما حضرتك الآن وضحت، يعني في الأربعينية وقبلها في خليجي 25، والكرم العراقي لا يمكن أنه ما راح نجيب شيء جديد عندما أو نضيف شيء جديد عليه. فبالتالي أنا أتوقع ستكون هنالك يعني هبة لأولئك في عملية نصرة ومعاونة أشقائهم في الأرض المحتلة الذين يواجهون أعتى قوة لا تقيم أي وزن لا للعدل ولا للأحكام القانون الدولي ولا القانون الإنساني ولا أي شريعة. هؤلاء حقيقة يرتكبون الجرائم الفظيعة بدم بارد. لذلك أنا أعتقد العراقيين سيسطرون إن شاء الله بطولية كما عهدناهم في التجارب السابقة إن شاء الله. كنا في بغداد، انتقلنا إلى لبنان، والآن نحط الرحال في طهران مع الأستاذ سمير شوهاني الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بكم، تحية لكم ولمشاهدين الكرام. ربي يخليك أستاذ سمير. أبدأ وياك أنه مستقبلا إذا المعركة استمرت وعملية طوفان الأقصى مستمرة والهجمات الصهيونية الإرهابية على قطاع غزة مستمرة، هل يعتبر هذا استنزاف للقوة الإسرائيلية للقوة الصهيونية وللجيش الصهيوني، أم هناك جهات تدعم وبشكل كبير هذا الجيش المتهالك؟ بداية عندما ننظر إلى ما حدث قبل نحو أسبوع في قطاع غزة، أولا أثبت بأن الجيش الإسرائيلي لوحده ليس بإمكانه أن يخوض أي معركة حقيقية وطويلة الأمد. وأنتم تعلمون جيدا والمشاهدين أيضا يعلمون جيدا بأن عندما نفذت المقاومة هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي مؤشرات لدى
أجهزة استخبارات الإسرائيلية من نعم الموساد وأيضا من شيمبين وأيضا من حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة حيال هذه العملية. وحصلت حقيقة هناك صدمة للكيان الإسرائيلي في اليومين الأول بعد هذه العملية. ولكن فيما بعد حقيقة الولايات المتحدة تدخلت بشكل مباشر ودعمت الكيان الإسرائيلي ورفعت من معنويات الإسرائيليين عبر إرسال بارجة فورد جيرال فورد نعم عبر إرسال حاملة الطائرات جيرال فورد إلى البحر المتوسط. وأيضا هناك زيارات متبادلة لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى الكيان الإسرائيلي لرفع معنوياتهم. ولكن فيما يتعلق بأن هل الكيان الإسرائيلي بإمكانه أن يخوض معركة طويلة الأمد، هناك تجارب سابقة في حرب تموز 2006 نعم التي شنها ضد حزب الله أثبت بأن أنه ليس بإمكانه أن يخوض حربا طويلة الأمد. ولكن اليوم ما نراه حقيقة على الساحة في وما يجري في قطاع غزة، حقيقة نشاهد يعني بعيدا عن المواقف السياسية والإدانات للعديد من الدول العربية، هناك نوع من التباطؤ مع الكيان الإسرائيلي الذي يجعله أن صح يواصل هذا القصف الهمجي المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة. وأكثر من ذلك، اليوم هو يطالب سكان قطاع غزة وخاصة في شمال قطاع غزة الذي تشمل مدن بيت لاهيا وجباليا وخان يونس بأن ينزحوا من مدنهم وبلداتهم إلى جنوب مدينة غزة. وحقيقة لو لم يكن هناك دعم مباشر وغير مباشر من قبل أطراف إقليمية ودولية لما كان بإمكان الاحتلال الإسرائيلي أن يتمادى إلى هذه الدرجة ويطالب بشكل علني ودون خوف ورادع من أي منظمة دولية بنزوح هؤلاء السكان من مناطقهم. نعم أستاذنا العزيز، هل اليوم الكيان الصهيوني متخوف من فتح جبهات أخرى؟ اليوم بدنا نشاهد حقيقة رعونته بالشمال فلسطين المحتلة والقصف في بعض الأحيان للأراضي اللبنانية، هل هو متخوف من تدخل جهات أخرى بالحرب؟ في حقيقة الأمر إذا ما نظرنا إلى ما جرى خلال الأسبوع الماضي، الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، يريد أن يقصف الحجر والبشر ويقتل الأحياء بالكامل في هذه المدن خاصة في شمال قطاع غزة لكي لا يكون هناك أي مقاوم أمامه. ولكن إذا كانت حقيقة إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على أي اجتياح بري، واليوم وقبل أيام نحن نسمع تصريحات قادة المقاومة وأيضا تصريحات واضحة من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الذي خاض جولة إقليمية شملت العراق بداية وسوريا ولبنان، حقيقة في هذه اليوم وتحديدا في مؤتمر الصحفي قال بأن سيناريوهات المقاومة هي على الطاولة، وعندما تأتي الفرصة والوقت المناسب المقاومة ستنفذ هذه السيناريوهات ضد الكيان الإسرائيلي، السيناريوهات التي اعتبرها وزير الخارجية الإيراني حاسمة وستغير معالم الشرق الأوسط. لكن إذا ما نظرنا إلى نوايا الكيان الإسرائيلي، هناك بتقديري أنا الكيان الإسرائيلي لديه ثلاثة سيناريوهات. نعم. الأول أن يقتحم شمال قطاع غزة ويعيد احتلال هذه المنطقة، وهذا الأمر حقيقة باهظة الثمن بالنسبة للاحتلال. الموضوع الثاني هو أن يقتحم هذه المنطقة ويسلمها إلى قوى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. والموضوع الثالث حقيقة هو أن يقتحم هذه المنطقة وحسب ما يقول يجعل ويرغم قادة حماس للخروج من قطاع غزة ومن ثم ينسحب. ولكن في كافة هذه السيناريوهات المقاومة بالتأكيد لن تقبل بهذا الموضوع. وهناك المهم بالنسبة للمقاومة في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة أن يكون هناك له دعم حقيقي من قبل سائر قوى المقاومة وفتح جبهات نعم. في
سبيل المثال في شمال فلسطين المحتله لاسناد المقاومين في غزه، لان حقيقه ما يجيشه اليوم الاحتلال، وهناك دعم واضح من قبل الولايات المتحده لهذا الكيان، وايضا مواقف مسانده من قبل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، يظهر بان الاحتلال يريد القضاء على المقاومة. هو يتحدث عن حركة الحماس، ولكن صحيح. في نهاية المطاف يريد القضاء على المقاومة بالكامل في قطاع غزة، وبالتأكيد محور المقاومة لن يسكت أمام هذه الهمجية إن أقدم الكيان الإسرائيلي أمام أي اجتياح بري لقطاع غزة. نعم، أعود مع الدكتور علي الجبوري. دكتور علي، قلنا انه الكيان الصهيوني غير مستعد لحرب طويله الامد. اذا شاهدنا ولا سامح الله تدخل مباشر من الولايات المتحده الامريكيه بهذه الحرب، وشاهدنا مثلا ممكن قصف امريكي، دخول طائرات امريكيه، دخول ممكن جنود على الارض، هل سنشاهد هناك رده فعل من الاقطاب الدوليه المعاديه للولايات المتحده، على سبيل المثال روسيا ممكن؟ يعني بتقديري هذا المشهد مستبعد بشكل كبير جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أساسا حاضرة، فما تحتاج أن تحضر بنفسها في هذا المجال. لو حصل إعلان رسمي بهذا الموضوع، يعني أنا أعتقد هذا الموضوع ربما بالتأكيد سيكون انعكاساته كارثية على الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو أساسا الولايات المتحدة الأمريكية اختارت يعني أن تكون حاضرة في محور آخر غير محور منطقة الشرق الأوسط. هي الآن منشغلة بموضوعات أوكرانيا والحرب الأوكرانية الروسية، نعم، وبالتالي هي غير مستعدة أن تفتح أكثر من جبهة عليها في هذا المجال، أو يعني تخفف الضغط عن موضوعات روسيا وهذا المجال. دكتور، هل الأيام القادمة سنشهد بيانات عربية تناسب حجم الموقف؟ يعني قلتنا انه امس صار تغير تقريبا باللغه الخطاب، مثل البيان السعودي اللي وصف اهالي غزه بانهم اخوه انه ودمائهم يعني الى اخره. مصر ايضا تغير موقفها بعض الشيء، هل سنشاهد تغير بالمواقف مستمر؟ نعم، هي يعني تطورات الميدان تملي على هذه الانظمه، على الرغم من يعني استراتيجيتها بالخضوع والخنوع للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لكنه باستحقاقات الداخل تفرض عليها أن يكون الخطاب السياسي خطاب آخر، لكنهم عمليا هم سيستمرون في موضوع مواقفهم في هذا المجال، لأنه ما نتوقع أن يكون هنالك عملية ضغط على الكيان الصهيوني، أن يكون هناك تهديد بالدخول في الحرب. هذه المشاهد كلها مستبعدة، لم تكن مستحيلة في هذا المجال، لكن فقط استحقاقات الضغط الداخلي يعني داخل الرأي العام في هذه البلدان، هذه الشعوب. شفتت اليوم حضرتك، نعم، في مصر مظاهرات كبيرة جدا، صحيح، يوم أمس بعد صلاة الجمعة بالمسجد في مصر، وكذلك في دول عربية أخرى. عندنا في العراق كانت يعني مظاهرة مليونية، واعتقد نعم. الان يوم غد وربما بعدها ستكون هنالك في دول اوروبيه وحتى داخل الولايات المتحده. اكثر من ذلك، داخل الكيان الصهيوني نفسه هنالك ضغوط كبيره ونحو عمليه ضروره ان تستقيل الحكومه الاسرائيليه، لانها فشلت في عمليات اداره الدوله. ينبغي ان تكون هنالك اقالات واستقالات لقاده الجيش بالاستخبارات وبالقادة الآخرين الذين ساهموا في عملية الفشل الكبير في تأمين المستوطنات ما يسمى بغلاف غزة. نعم نعم دكتور، كل التحية لك والحقيقة على هذه المعلومات اليوم اللي ضفتها، ولكن لدي مداخلة اليوم مع الأستاذ سمير. أستاذ سمير، تكلمت عن السيناريو، ولكن احنا باقينا دقيقة واحدة فقط للبرنامج. أستاذ سمير، تتوقع السيناريو القادم شنو اللي حيصير؟ مفاوضات، هدنة، وقف اطلاق نار، استمرار العملية، ولكن بصورة مختصرة. أنا أتصور بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر في قطاع غزة، ولكن إسرائيل تريد أن تكون هذه الحرب خاطفة
وخلال أيام، لأن هناك حقيقة كما أشار ضيفكم الكريم، هناك حقيقة تضامن واسع مع الفلسطينيين. اليوم رأينا مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة البريطانية لندن، صحيح، ويوم أمس في العراق، وأيضا في إيران، وفي الكثير من مدن البلدان أوروبية الإسلامية كبيرة، والعربية، وحتى برشلونة، غير البلدان مدريد، غير روما. الإسلامية. لهذا الكيان الإسرائيلي يريد أن ينهي هذه العملية، يعني ربما خلال أيام. وهنا نحن نعول على موقف المقاومة في فلسطين، نعم. وبالتأكيد هم يعني لديهم سيناريوهاتهم في مواجهة أي اجتياح بري لإطالة أمل الحرب، ومن ثم ربما يعني الدخول في مفاوضات عبر وسطاء فيما يتعلق بموضوع الأسرى وأيضا الحصار المفروض على غزة. نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ سمير شوهاني، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وأكيد كل التحية والشكر للحاج أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي من لبنان، وأيضا التحية للدكتور علي الجبور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. أحبة المشاهدين، الأيام مستمرة بتغطية طوفان الأقصى وتغطية ونقل ردود الأفعال الشعبية والحكومية، ومستمرين بدعم القضية الفلسطينية. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.